تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب اليوم الثالث والأخير في استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هذا ويهدف البرنامج لإعداد المرأة المصرية في المواقع التنفيذية المختلفة، وبلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة مقسمات على 3 أيام، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. والحقيقة أنا بشكر وجود الإعلام معنا في الثلاث أيام دول لتغطية حدث مهم من أحداث الأكاديمية في أحدث مدارسها، مدرسة المرأة للقيادة. والحقيقة الثلاث أيام كانوا ناجحين بمشاركة السادة والسيدات المختبرين أو القائمين في على الرؤساء والرئيسات اللجان المقابلات الشخصية. والحقيقة هم أضافوا برضو للتجربة، سواء للمتقدمات يعني اجتازوا أو لم يصادفهم الحظ المرة دي، ونتمنى لهم إن شاء الله حظ أوفر في برنامج تاني أو في تقديم على الدفعة الجاية من نفس البرنامج. لكن إثراء التجربة كان بوجود شخصيات مميزة جدا، والحقيقة الوجود الشخصيات اللي بتختبر كان في تنوع من رجالات الدولة، من وزيرات ورؤساء هيئات حكومية أو تابعة للدولة، وكذلك من رؤساء مؤسسات دولية وأمم متحدة واتحاد أوروبي. أقدر أقول من اللي شفته من أسلوب التقييم وأسلوب الانتقاء والمرشحات أنه برنامج بدايته موفقة جدا، وإن شاء الله يعني يسفر عن اختيار أفضل العناصر وتأهيلها بشكل جيد جدا، بحيث إن يبقى عندنا قيادات ونساء قادرة على التحمل وتولي المناصب القيادية في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فرح شديد وفخر بكل المتقدمات اللي أنا قابلتهم النهاردة، بيبين إزاي إن الست المصرية فعلا عندها روح القيادة. كان شيء جميل أكتر كمان إن أنا عندي سيدات موجودين من تخصصات مختلفة ومن محافظات مختلفة ومن أعمار مختلفة، إن دل على شيء يدل على ثراء هذه الدولة، وإن شاء الله نشوف دايما الأكاديمية في تقدم. الحقيقة الواحد فخور جدا النهاردة بالمتقدمات للبرنامج اللي عاملاه الأكاديمية الوطنية المرأة تقود للتنفيذيات. في ناس متقدمين شاطرين جدا على مستوى عالي جدا، الواحد فعلا فخور ان في سيدات في بلده طموحة ويعني نفسها فعلا ان هي تتعلم حاجة جديدة عشان تخدم البلد ان شاء الله.